أكثر شيء شجعني على هالموضوع يعني حب الأطفال للمدرسة. عن جد لو تشوفينهم شقد مبسوطين بالمدرسة يخلوني أنسى كل تعب اليوم. برافو، أحسنتي. أين يوجد حرف الباء في هذه الكلمة؟ جيت من سوريا على لبنان، أهالي كلهم بالمخيم كانوا من منطقتي، فرحوا كثير لما جيت لأن يعرفون إن أنا مدرسة كنت بسوريا، وإن شاء الله يعني كان عندهم أمل إني راح أسوي مدرسة، وسويتها بطرق بدائية بسيطة جدا جدا، حتى كنا نروح على الكورتات ونلم كراتين ونكتب بديل الدفاتر بسبب الفقر اللي عند الأهالي. بالبداية كان عندي أساسي 15 طالب. العالم الأهالي من سمعوا إنه يعني المدرسة مجانية كل تشجعوا على تعليم أطفالهم. ممتاز، صفقة قوية تشوف السحاب. متأثرين يعني طرأت عليهم حالات إيجابية كتير. أول شيء صاروا نظاف، قيدوا موضوع المدرسة، اليوم إجوني كلهم نظاف، الأظافر مقلمة، الشعر مقصوص، الأذنين منظفة، طريقة التعامل مع الطلاب مع بعضهم تغيرت باحترام. عدد الأطفال الموجودين هنا عندنا بالمخيم اللي بدي حابين يتعلمون عندي وصل عددهم إلى 50، ما يروحوا على أي مدارس لبنانية. قلت ليش؟ بسبب صعوبة الحالة المادية وبسبب صعوبة المنهاج اللبناني على الأطفال السوريين كدخول اللغة الفرنسية مادة أساسية بالمنهاج. يعني حتى كأني أم وكأني كزوجة وطبخ وجري وشغلات تتعب، بس عندي موضوع يعني معنويا مرتفعة حيل اتجاه الأطفال. أحسنتي. بابوبي جميعا بابوبي. يعني مو كل شيء بالمصاري، مو كل شيء إنسان، الإنسان مو كل شيء بالمصاري، هذول أطفال بلدك، هذول بحاجتك، حتى إذا ما تقدر تساعدهم ماديا تقدر تساعدهم معنويا وموضوع التدريس، تقدر تثقفهم وتعلمهم وتحسسهم إنهم موجودين ولو شيء بسيط إنهم ببلدك. ممتازة، أحسنتي، برافو. أنا لا، تعالي.